التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة بمقر حزب الوفد. عرض وفد التنسيقية خلال اللقاء محاور عمل التنسيقية لدعم المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدين على الوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين مع العمل على توعية المصريين بضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي. من جانبه تحدث المرشح الرئاسي عبد السند يمام عن اهتمام حزب الوفد وهيئته العليا بخوض الانتخابات الرئاسية كونها أهم الاستحقاقات السياسية.